السلام عليكم. When there are two or more rating systems that may be applicable to a project, how should the project team decide which rating system to use؟ لو انا عندي المبنى بتاعي ينفع يبقى موجود تحت اكثر من تصنيف، تمام؟ يعني المبنى نفسه ليه كذا استخدام، فممكن مثلا ان هو يصنف عموما مبنى عام، او ممكن يكون في محلات كتيرة، او ممكن يكون في جزء كبير منه معمول مثلا مستشفى او مدرسة. طيب احطه تبع انهي نظام، تبع انهي ريتنج سيستم؟ اول حاجة choosing the rating system that has the most regional priority credit، ولا check with local code what rating system to use. Use the 40 and 60 rule. Choose the rating system that will result in the lowest certification cost. طيب الاختيار الرابع بيقول لي شوف الاقل، الحاجة اللي اقل تكلفة بالنسبة لك. كلام جميل، بس هو الاتنين واحد، يعني الاتنين مفيش فرق بينهم، الفرق بينهم لا يذكر، تمام؟ ف سواء اخترت او اخترت ده اخترت ده مش هيأثر في التكلفة، تمام؟ يبقى اول واحد دوت هنلغيه. لما تستثنى الحاجات اللي انت شاك فيها هيبقى لك بس الحاجة اللي انت واثق فيها. check with local code what rating system to use. طبعا الكود البلد اللي انت موجود فيها ملوش علاقة او مش هيقول لك تستخدم اني كود، تمام؟ ال rating system that has the most religion priority credit. religion priority credit ده بيديك نقط، بيديك تقريبا 6 نقط، تمام؟ فمش هي ديت. use the 40 and 60 rule، هي دي، ايه دي الصح. ليه هي دي اللي صح؟ القاعده دي بتقول لي ايه؟ انت بتبدا تشوف، انت بتقول ان عندك المبنى نصه كده نص كده، فببدا اشوف هل هو فعلا نص ولا نص. لو واحد فيهم 30% وواحد 70% هتاخد 70%، تمام؟ يعني عندي من 40 ل 60. لو واحد فيهم واخد اكتر من ال 60 خلاص يبقى هو ده اللي انا هاخده. لو واحد فيهم اقل من 30 يبقى هستبعده تماما ويبقى جزء من المشروع بتاعي مفهوش مشكله. من 40 ل 60 انت بقى ممكن تختار يعني الاثنين سيان، لان هو نص كده ونص كده فمش هيفرق معاك، فتقدر تختار اي واحد فيهم.